وانتي اصلا بتشتغلي ايه؟ صباح الخير. واضح انا رانيا منصور. ممكن ان انا بنسى الاسماء، كارثة. بنسى الاسماء بطريقه مش طبيعيه، يعني حتى اقرب الناس ليا ممكن صحابي بنسى اسمائهم. ممكن ريبونزل عشان شعرها طويل، اقعد العب في شعرها. متهيألي ان انا طيبه وتلقائيه وعندي حسن نيه، ما اعتقدش ان انا حابه اغير الحاجات دي. وانا مش شاطره قوي في التاريخ، بس ممكن كليوباترا عشان ضحت عشان حبيبها رومانسيه. انت رومانسيه؟ اه. ان انا اتعلق بحد ايا كان مين هو وما اشوفوش تاني او افقد شخص عزيز، بخاف قوي قوي من الموضوع ده. ليه؟ انا شخص غيور، بغير طبعا لو بحب حد بغير عليه قوي، وفي الشغل كمان بغير. لو لقيت حد عامل شغل حلو مثلا بحس ان انا عايزه اعمل، يعني الموضوع ده بيستفزني. انا شخص غيور. خلفت ما قولت. الوقت اللي شفت فيه بنتي اول مره بجد كانت لحظه حلوه قوي ما تتوصفش، وحسيت ان هي اجمل بيبي في العالم. تعالى يا شهيره انا برد. الاثنين فرقه طبعا. باي باي. واضح.